يسوع جه وقال أنا الكرمة الحقيقية، كنت كمان الأبصار ولازم تثبتوا فيا. الكرمة شهادة ونور بتنور طول اليوم، بتذيع بشرة وسرور وبتطرد كل هموم. أحبائنا مشاهدي قناة الكارما في كل مكان في العالم، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الكارما مباشر. في بداية الحلقة أحب أرحب بضيف حلقتنا النهاردة وهو خادم الرب المبارك ورجل الله الأخ إيليا كرولوس. أهلا بك. أهلا بك أخت منال، فرحان مرة تاني أكون معاكم في برنامجك وفي قناة الكارما. أنا كمان بتبارك جدا بالحلقات معاك وبوجودك شخصيا يا أخ. شكرا. ربي يباركك ويستخدمك دايما في كل مكان بكل مسحة وقوة باسم المسيح وسلطان باسم الرب يسوع. ربي يدينا حلقة مباركة بصدق، وبنقل دايما في كل مرة باجي هنا بنقل تحيات ومحبة كل المشاهدين في العالم اللي بيقابلونا لقناة الكارما، الأخ صامويل حضراتكم، ربنا يبارككم في تعبكم في توصيل كلمة الله للعالم كله. يبارك حضرتك وكل المتابعين ومشاهدي قناة الكارما في كل مكان في العالم. موضوعنا النهاردة من الموضوعات المهمة قوي قوي، واللي محتاجين مش بس نسمع النهاردة في موضوع الثبات هنتكلم عنه النهاردة، مش بس أنا محتاجة أسمع فيه النهاردة أو مبارح، أنا محتاجة أسمع الكلام ده كل يوم. علشان أنا محتاج أكون طول الوقت واقف ثابت، عندي هذا الثبات القلبي الممكن اللي مبني على صخر الدهور الرب يسوع المسيح لكل المجد. كل ما بنقرب للمجيء وكل ما بنقرب انه مجيء الرب على الابواب فعلا، وابتدت كده العلامات تبان وتظهر في الافق، والكتاب كلمنا وكان واضح معانا علشان لا نخور في الطريق. صحيح. وما نفقدش ايماننا ونكون ثابتين طول الوقت. مفيش حاجة متهيأ لي جاية غير ما الكتاب المقدس والوحي اتكلم عنها. صحيح. علشان نكون مؤمنين. صحيح. حقيقيين ثابتين منتظرين عرسنا ومستعدين في كل وقت في كل وقت لمقابلة العريس. موضوع الثبات من الموضوعات المهمة والخطيرة قوي، لأنه مش عايزين نكون عايشين بنضحك على نفسنا أو عايشين شوية شعارات روحية أو عايشين شوية أفكار روحية أو حرفيين وكتابيين، لكن حياتنا مش بتقول إن إحنا ثابتين في المسيح والمسيح فينا. الرب قال إنه قال الآب إنه أنا فيك وأنت فيا، وقال لنا إحنا كمان اثبتوا فيا وأنا فيكم. عايزين نعرف النهاردة يعني إيه الثبات في المسيح، وهل المسيح ممكن يكون ثابت فيا بس أنا مش ثابت في المسيح؟ فعلا زي ما حضرتك تفضلت وقلت، ده الموضوع اللي احنا محتاجين له في هذه الأيام، ولا سيما أن العدو نتيجة الظروف والضغوط والعثرات. أيوة. والارتداد اللي شايفينه النهاردة حوالينا بصورة فجة في جوانب في المسيحية حتى. أيوة. محتاجين للثبات. والرسول بولس بعد ما اتكلم يا أخت منال في كورنثوس الأولى 15 عن مجيء الرب وأصح القيامة، ختم الإصحاح بآية جميلة جدا، قال أخيرا يا أخوات الأحباء كونوا راسخين غير متزعزعين مكسرين في عمل الرب كل حين. كل حين قدام حقيقة مجيء الرب القريب احنا محتاجين نثبت. أيوة. والعنوان بتاع حلقتنا الثبات في الأزمنة الصعبة اللي احنا موجودين فيها. محتاج أرجع للأصحاح لو تسمحي لي نقرأ جزء من إنجيل يوحنا أصحاح 15 مع برضو الأحباء المشاهدين، نقرأ جزء من هذا الأصحاح اللي فيه تكلم المسيح عن الثبات فيه وعن الكرمة الحقيقية اللي هو شخصه الكريم المبارك. لو تفضلتي تقرأ لنا مع الأحباء المشاهدين وتطلع على الشاشة من فضلكم
يوحنا 15 هنقرأ عدد 1 و2 و3 و4 كمان، نقرأ أول أربع أعداد. أمين. أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام، كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. اثبتوا في وأنا فيكم، كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا في. الجزء دوت 11 مرة يا أخت منال يتكلم فيه المسيح عن كلمة الثبات. عايزين نعرف يعني إيه الثبات في المسيح. هو في نوعين من الثبات. هنا الرب يسوع بيتكلم عن ثباتنا في الثبات في شخصه كالكرمة. وفي فرق إن أنا أثبت في المسيح كالكرمة، وفي فرق إن أنا أكون في المسيح كالجسد، كجسد المسيح أو الارتباط بالمسيح اللي موجود في المجد. إيه الفرق بين الاتنين؟ ارتباطي بالمسيح الرأس وأنا عضو في الجسد، ده ارتباط لا يتأثر ولا يتزعزع، ما يتغيرش. يعني أنا في المسيح مؤكد، مؤكد ومحفوظ، مؤكد. ده مقاما شرعا، ده مكانتي. يقول الكتاب أنه إن أنتم مملؤون فيه، في كلوسي أصحاح 2 أنتم مملؤون فيه، يعني you are complete، أنتم مكملين فيه خلاص. هذا النوع من الثبات، أنا في المسيح المخلص الفادي الرب يسوع المسيح العظيم، وضعنا بالإيمان فيه في شخص المسيح. إن كان أحد في المسيح هخليقة جديدة، مش كده برضو؟ ده مقاما ما يتأثرش، ما يتغيرش. ده ما قلت شوية من شوية في كلوسي 2 وأنتم مملؤون فيه، انتو بيرفكت، اصبح مكانتي في المسيح، ده مكانتي في المسيح. لكن هنا المسيح لما بيتكلم عن الكرمة بيتكلم عن المسؤولية بتاعتنا. أيوة. بيتكلم عن الناحية العملية. احنا عارفين ان لينا مكانتين في المسيح، مكانة مقامية ومكانة عملية. يعني مثلا الكتاب يقول احنا قديسين ولا كونوا قديسين يا اخت منال، احنا الاثنين. احنا مقاما في المسيح احنا قديسين، مش كده برضو؟ مصبوط. يقول الكتاب عن عمل المسيح بقربان واحد قد أكمل إلى الأبد المقدسين. لكن يجي مرة تاني الرسول بطرس يقول كونوا قديسين. فلازم نفرق بين كوننا في المسيح مقاما لا يتغير وبين حياتنا العملية السلوكية، وده اللي هنتكلم عنه أكتر في الجانب بتاع حلقتنا النهاردة. مكاننا جوه المسيح بس كالناحية العملية. فالرب يسوع المسيح بيقول أنا الكرمة وأبي الكرام، وهنا يتكلم عن الثمر، هنا يتكلم عن حياة النضوج وحياة الريحة العاطرة. وديت بقى محتاجة نوع من الثبات في شخص الرب يسوع المسيح. ايه معنى اثبت فيه؟ بس هتكلم دلوقتي، احنا طبعا هيتكلم زي بعد كده كيف نثبت، لكن ازاي يعني ايه اثبت فيه؟ الثبات في المسيح معناه اخت منال هو الاستمرارية في النظر والتعلق بشخص الرب يسوع المسيح. قولي معايا الآية اللي احنا حافظينها، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. الرب يسوع الأوثر أند فينيشر أوف فيث، يعني الذي بدأ الإيمان وكمل الإيمان. عايزين نبص عليه، عايزين نبص عليه. الثبات في المسيح هو استمرارية النظر في والتعلق بشخص الرب يسوع المسيح. أو أقول معنى تاني، الثبات في المسيح هو معناها أن لا نكون أطفالا مضطربين وكمان ومحمولين بكل ريح تعليم. ألخص اللي قلته، أنا في المسيح كمقام وابن لله، هذا المقام لا يتأثر ولا يتغير. لكن أنا في المسيح كالكرمة المثمرة عايز أعيش الحياة العملية، محتاج إلى الثبات اللي ممكن يتأثر. والثبات هنا معناه استمرارية التعلق بالمسيح، استمرارية النظر إلى المسيح، استمرارية أن أنا أردد كل يوم يا أخت منال من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. مبارك اسمه الرب يسوع. كلمنا، عايز أروح شوية للأزمنة الصعبة وأرجع تاني نتكلم عن الثبات، علشان
ما نكونش زي ما قلت في الأول إحنا مش متفاجئين، لأن الرب يسوع كلمنا عن الأيام دي وإزاي ثبات الأيام دي هتكون إيه. بولس الرسول كمان كلمنا بالتفصيل عن الأيام دي وشكلها هيكون إيه، وكأن الوحي عايز يقول لنا خلي بالكم ده أنتوا هتشوفوا دوت، لكن ده ما يأثرش عليكم، ده ما يزعزعكمش، ده ما يخدكمش، أنتوا ما يخدكمش من الثبات ومن النظر والتركيز اللي حضرتك قلت عليه على رب يسوع. إيه سمة الأيام ديت؟ ونكمل تاني في السبت. يعني مثلا لما نرجع لتيموثاوس الأولى، وبرضو أحب أقرأ شاهدين مع حضرات المشاهدين الأفاضل، تيموثاوس الأولى أصحاح 4، وبعدين أروح لتيموثاوس الثانية أصحاح 3. والرسول بولس كتب لنا رسالتين لتيموثاوس. الرسالة الأولى الأصحاح 4 العدد الأولاني هيقول لنا حاجة عن الأزمنة الأخيرة. تتفضلي تقري لنا أخت منال من عدد واحد. ولكن الروح يقول صريحا إنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين. شكرا. الأزمنة الأخيرة، إيه بقى سمات الأزمنة الأخيرة حضرتك؟ يرتد قوم عن الإيمان. الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين. خلي بال حضرتك، هو هنا مش بيتكلم على الناس الملحدين، لكن هنا بيتكلم عن دايرة المسيحية على فكرة، المؤمنين. ياه، دايرة المسيحية يبقى فيها ناس يرتدوا عن الإيمان. ودايما نقول ما نتفاجئش يا جماعة، ما نتفاجئش، دي فلانة كانت معانا وراحت غيرت دينا، لا ما نتفاجئش، ده فلان كان معانا في الكواير بتاع الترانيم والنهاردة عامل عاملة مهببة، لا ما تفاجئش. ليه؟ الرسول يوحنا هيقول لنا لو كانوا منا لبقوا معنا، بس خلاص الموضوع ده يعني ذات ست، ده عدم الثبات اهو. ليه؟ لان هو اساسا مش في المسيح. يرتد قوم عن الايمان، طب ايه السمه الثانيه؟ تابعين ارواحا مضله. مضله، هل يوجد اناس في الكنيسه يا اخت منال تابعين ارواحا مضله؟ نعم، اقولها بكل جراءه، نعم. هؤلاء ليس مؤمنين حقيقيين. طب واحد يقول لي طب وليه ربنا سايبهم؟ دي حكمه ربنا بقى، بتفكرني بمثل الزوان لما جم قالوا للسيد في الحقل بتاع الحنطه، جه واحد عدو، خد بالك من التعبير ده يا اختي منال، والناس نيام. والناس ايه؟ نيام. نيام يعني ايه الناس نيام؟ محدش واخد باله، في غفله. في غفله، محدش بيفكر يدرس الكتاب، محدش يفكر الكتاب ماذا يقول الكتاب المقدس. لا، طالما طلع حد قال لنا كلمتين ومشهور يلا نمشي كلنا وراه ونجري، دي مصيبة الأيام الأخيرة. أقول تاني، يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين. طيب أروح للرسالة التانية بقى، ولو عايزين نحط عنوان للرسالة التانية بتاعة تيموثاوس هي رسالة الأيام الأخيرة أصحاح 3، تيموثاوس الثانية أصحاح 3 وعدد 1. هنلاقي هنا تعبير جديد هنقرأ دلوقتي مع بعض، فضلي. ولكن أعلم هذا إنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة، لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين، دنسين، بلا حنو، بلا رضا، ثالبين، عديم النزاهة، شرسين، غير محبين للصلاح، خائنين، مقتحمين، متصلفين، محبين للذات، 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 دون محبة الله لله. لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها، فاعرض عن هؤلاء. شكرا. لاحظت حضرتك في فرق كبير قوي بين الكلام اللي قاله بولس في الرسالة الأولى، قال له اعلم أنه في الأزمنة الأخيرة، وبعدين هنا بقى جه قال لك إيه بقى؟ اعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة. خدي بالك معايا، الفرق بين الرسالتين سنتين. بعد ما قال ده فاضل إن إحنا في الأزمنة الأخيرة، قال لك لا مش في الأزمنة الأخيرة، إحنا في الأيام، في الأيام الأخيرة. لما تروح لرسالة يوحنا الأولى هيقول لهم اعلم هذا أنها الساعة الأخيرة. تاخد بالك الميعاد بيعمل ايه؟
بيقرب. طب ايه شكل الناس في الايام الاخيره؟ حط 19 صفه هنا يا اخت منال حضرتك قريتيهم دلوقتي للناس في الايام الاخيره. مع العلم هو لا يتكلم على الناس الملحدين، انا باكد تاني، لكن رساله تيموثاوس الثانيه هي رساله البيت الكبير، ده وصف للمسيحيه على فكره. البيت الكبير فيه اواني كرامه واواني هوان. ايه صفات الناس في المسيحيه؟ انا بقول المسيحيه، لما اقول كلمه المسيحيه اقصد بها الدايره العامه للمعترفين باسم المسيح، لكن مش كلهم مؤمنين، عذاره حاكمات وجاهلات. في 19 صفه للناس: محبين لانفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، بلا حنو. الناس تحولت لوحوش في الايام الاخيره، ياكلوا في بعض، ينهشوا في بعض. وانا برضو مش بتكلم عن الناس اللي في الباب والخمرات، انا بتكلم عن الناس اللي في دايره المسيحيه. والشيء العجيب بقى الصفات اللي حضرتك قريتيها عن الناس في الايام الاخيره يا اخت منال، يجي في عدد 5 ويقول بقى صفه غريبه قوي قوي. يقول ايه؟ لهم سوره التقوى. سوره التقوى، يعني مع الصفات الرديئه دي كلها وشكلهم بتوع ربنا، يعني حاجه غريبه يا اخي. لهم سوره التقوى ولكنهم ينكرون قوتها، لا تأثير ولا فاعلية لهؤلاء. هذه باختصار صفة وسمة الأيام الأخيرة والأزمنة الأخيرة، وإحنا محتاجين في هذه الأيام الأخيرة اللي فيها انحدار، محتاجين أن نتعلم أن نثبت في المسيح. بولس يقول لابنه تيموثاوس في نفس الرسالة، يعني أصح 3 اللي احنا موجودين فيه، هيكلموا عن الثبات. أيوة. في عدد مثلا 10، لو مشكورا تقري لنا عدد 10. واما انت فقد تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي وايماني واناتي ومحبتي وصبري. عدد 14. واما انت فاثبت على ما تعلمت وايقنت. عدد 14 احنا، واما انت فاثبت على ما تعلمت وايقنت عارفا ممن تعلمت. اما انت فاثبت، ايه ده؟ طب يعني خلي بالك، احنا عندنا اتجاهين بيحصلوا في بعض المؤمنين الحلوين. يعني اتجاه الاولاني ان هو يتعثر ويفشل من مناظر الناس في المسيحية في الأيام الأخيرة، وعندنا اتجاه تاني ناس تنطوي وتنحني وتتعب وتبقى داون. بس النصيحة ليا والأحباء المشاهدين: أما أنت فاثبت على ما تعلمت. أيام هائجة، أزمنة هائجة، أزمنة صعبة، أزمنة أخيرة، لكن أنا وحضرتك والأحباء مطالبين أن نثبت. إزاي نثبت بقى؟ أنا كنت عايز أرجع لحتة في السؤال الأولاني، لو تسمحي لي أختي منال، قبل ما أقول كيف نثبت، هو هل ممكن أن يكون المسيح فيا؟ ثابت فيا وأنا مش ثابت فيا. هو أنا متأسف أنا ما جاوبتش عليها. لا أقول. هل ممكن؟ ممكن. لأن إحنا فرقنا بين حاجتين في البداية. فرقت على مركزي في المسيح كابن لله، وفي فرق عن ثباتي في المسيح كالكرمة لحياة الإثمار والحياة العملية. هل ممكن أن أكون المسيح موجود فيا وأنا مش ثابت؟ في فرق بين الحاجتين دولت مثلا. وتعالي نرجع مرة تاني الإنجيل يوحنا صح 15 يا أخت منال، ونشوف القصة دي اللي حكاها الرب يسوع المسيح. ففرق لنا ما بين حاجتين، فرق ما بين مؤمن متذبذب في الثبات، ومؤمن، وآسف مش مؤمن، واحد تاني لا علاقة له بالمسيح ولم يعرف أبدا طعم الثبات في المسيح. هنفرق بين حاجتين. إنجيل يوحنا 15، وأقرأ بس عشان ما أطولش على أحباء المشاهدين، أقرأ عددين فقط. نقرأ عدد كام؟ عدد مثلا 4، ونقرأ 4 5 6. يلا. اثبتوا فيا وأنا فيكم، كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا فيا. أنا الكرمة وأنتم الأغصان،
الذي يثبت في وأنا في هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. إن كان أحد لا يثبت في يطرح خارجا كالغصن، فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. هنا بيتكلم عن نوعيتين لو لاحظت حضرتك يا أخت منال، عدد 4 و5 بيتكلم عن نوعية، عدد 6 بيتكلم عن نوعية، عدد 4 و5 بيتكلم على مؤمنين. فعشان كده بتلاحظي بيخاطبهم كلمة أنتم، مش كده برضو؟ إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم مثلا. لكن لما يجي العدد 6 ما بيخاطبهمش بلغة أنتم، لكن بيخاطب بلغة الغائب. إن كان إيه؟ أحد لا يثبت فيا. ففي فرق بين مؤمن حقيقي موجود في المسيح لكن غير ثابت. يعني إيه غير ثابت؟ أفكر تاني أحباء المشاهدين، يعني غير ناظر إلى المسيح وغير متعلق بالمسيح بصفة مستمرة. مرة يبص على المسيح ومرة يبص للمية الهائجة، مرة يبص للمسيح ومرة يتعثر من الناس اللي في الله، مرة يبص للمسيح ومرة يبص للعالم والأمور بتاعته. ده مؤمن متذبذب. ده الرب هينقيه لكي يأتي بثمر إيه؟ أكثر. لكن في فرق بين عدد 6. عدد 6 بيتكلم على مدعي الإيمان، بيتكلم على ناس موجودين اللي هم الزوان اللي في المسيحية. لما كنت بزور الأراضي المقدسة ووروني الزوان، كان أول مرة أشوف في حياتي الزوان. قطعوا لي الأخ اللي ماشي معانا يا أخت منال، شكله تيبيكال زي الحنطة. تيبيكال لونه شكله كل حاجة، بس تيجي تمسك في سنبلة على فكرة كمان مسمر، يعني في شكل سمر، شكل سمر. تيجي بقى تبص على السنبلة اللي فيه، تدوسي عليها ما تلاقيش حاجة، فاضية. هؤلاء هم الموجودين في المسيحية في الأيام الأخيرة وفي كنائسنا وفي بعض خدماتنا موجودين فيها دولت، لكن بلا ثمر. إيه النتيجة بتاع الدولت؟ هيجي من الأيام وقال الرب له كل المجد يجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. لكن المؤمن الحقيقي حتى لو تذبذبت حياته، لكن لابد ان الرب هيثبته. قال كده الرسول في روميا 14، لكن الله سيثبته. امين. في المسيح يسوع. امين. ساعدنا يا رب. امين. الامر خطير، ازاي نثبت؟ ازاي نثبت؟ ده هو ده لب الموضوع، ودوت الاهم حاجه في الموضوع بتاعنا النهارده. الثبات هو عبارة عن جانبين أو شقين، شق إلهي وشق إنساني. يعني الله بيعمل حاجة عشان يثبتنا يا أخت منال، وأنا بعمل حاجة علشان أثبت. أنا أثبت برضو. عايز أفرق بين ثباتي في المسيح كمؤمن مولود من الله واخد حياة أبدية، دي شغلة ربنا أنا مليش علاقة فيها. لكن بتكلم عن ناحية ليه بقى العملية اللي احنا بنتكلم الدور بتاعي. ايه الجانب الالهي في الثبات وايه الجانب الانساني في الثبات؟ برضو انا هتعب حضرة المخرج يطلع لي آية في رسالة يهوذا وعدد 24. هيكلمنا عن رسالة يهوذا، بتتكلم عن الارتداد في الايام الاخيرة. هي رسالة الارتداد كلها ارتداد. وبعدين جه بقى يهوذا وهو بيكلم المؤمنين قال لهم ما تخافوش، ربنا هيعمل حاجة علشان يثبتكم. تفضلي. يهوذا عدد 24. 24. والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى كل الدهور. أمين. شكرا. رسالة يهوذا بيتكلم عن أمور خطيرة قوي. بيتكلم عن ناس في ولائمكم المحبية، بيتكلم عن ناس شابه سدوم وعمورة، بيتكلم عن ناس هم عبارة عن نجوم تائها محفوظ لها قتام الظلام. هتكلم عن ناس
قال عنهم كتاب: يحولون نعمة إلهنا إلى الدعارة وينكرون السيد الوحيد ربنا يسوع المسيح. اللي يقرأ الرسالة دي تخاف. الله، طب إذا كان الناس دول اتعملوا كده ودول موجودين كانوا في دايرة المسيحية، أمال إحنا نروح فين؟ رسول يهوذا قال لهم ما تخافوش، والقادر أن يحفظكم غير عاسرين. طب يقعد يحفظنا لحد إمتى؟ قال: ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. مين هو دوت اللي هيحفظنا يا أخت منال؟ قال: الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والكرامة إلى أبد الآبدين. أقرأ كمان آية تاني بعد إذنكم في بطرس الأولى أصحاح 5:10، برضو هيكلمنا عن الدور الإلهي في تثبيت المؤمنين. يهوذا بيتكلم عن الارتداد، ربنا هيحفظنا ويثبتنا. رسالة بطرس بقى تتكلم عن الاضطهاد والآلام، ففي الارتداد هو يثبتنا، طب في الاضطهاد هو يثبتنا. بطرس الأولى 5:10: وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع، بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. لا، هات الآية اللي بعدها كمان: له المجد، له المجد والسلطان إلى أبد الأبدين أمين. له المجد، له المجد، له المجد. يعني خدت بال حضرتك؟ يهوذا بيقول إحنا في أيام ارتداد، بس هو القادر أن يحفظكم غير عاثرين. بطرس بيقول إحنا في أيام اضطهاد، وهو يعمل أربع حاجات: يكملكم ويثبتكم، ويثبتكم قويكم ويقويكم ويمكنكم. له المجد، أنا بحبها دي، لازم نقول له المجد بعد كده. فده الدور الإلهي في الثبات. لكن كمان أخش بقى على الدور الإنساني. أنا كمؤمن وكمؤمنة ليا دور علشان أعيش ثابت في المسيح. برضو بفكر أحباء المشاهدين الأفاضل، أنا لا أثبت نفسي في الخلاص ولا أثبت نفسي في الحياة الأبدية، فالخلاص والحياة الأبدية عملهم المسيح وتمم هذا العمل وهو يحفظهم. يعني هل أنا مضمونين في المسيح بالضبط؟ هل أنا وحضرتك نقدر نحفظ كوننا لنا حياة أبدية؟ لا. لكن إيه الموضوع بنتكلم عنه النهاردة؟ بس بحب أفكر دايما أحباء المشاهدين، بنتكلم عن الاستمرارية في تبعية المسيح، الاستمرارية في حياة البركة، الاستمرارية في التمتع بالنظر إلى المسيح. هل أنا علي دور في الثبات؟ علي دور. برضو هنطلع آية نقراها مع بعض. يعني لو رجعنا مرة تاني إلى رسالة يهوذا اللي احنا قرينا منها آية دلوقتي، عدد 21 من رسالة يهوذا، برضو الرسول يهوذا بعد ما كلم المؤمنين عن الارتداد في الأيام الأخيرة قال لهم عليكم دور بقى أنتوا عشان تعيشوا ثابتين. يهوذا عدد 21: واحفظوا أنفسكم في محبة الله. أدي واحد. منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية. ثلاثة، هناخد عدد كمان. وارحموا البعض مميزين مختطفين، وخلصوا البعض بالخوف مختطفين من النار مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد. هنا في عدة نصايح للي عايز يثبت في المسيح، أرجحهم مع أحباء المشاهدين بسرعة. نمرة واحد: احفظوا أنفسكم في محبة الله. محبة الله. لما يجي يحفظوا حاجة لازم يحطوها في مادة حافظة. احنا موجودين في عالم موضوع في ايه يا أخت منال؟ في الشرير، الخطية المحيطة بنا بسهولة. تفتح الفيسبوك نجاسة، تفتح التلفزيون نجاستين، تمشي في الشارع ثلاث نجاسات، الخطية المحيطة. طب أنا أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أروح فين وأجي منين؟ لا، وإنت ماشي عيش في جو المحبة الإلهية. إن كنت تريد أن تثبت في المسيح احفظوا أنفسكم في محبة الله. عجبني بولس لما قال لأن محبة المسيح تحصرنا. رقم واحد: احفظوا أنفسكم في محبة الله عشان ما تتسحبش المحبة غريبة موجودة في العالم. رقم اثنين: احفظوا أنفسكم منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية. يعني ايه؟ يعني كل يوم يا مؤمن اللي عايز تعيش ثابت انتظر مجيء الرب، بل فانتظره دقيقة فدقيقة حتى تنال مع العروس وليمة. أمين. ثلاثة:
هنط للنصيحة الأخيرة، قال لهم مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد. يعني إن كنت عايز تعيش مع ثابت مسيح ما تخليش في حاجة تعمل فصل بينك وبين الرب. إيه اللي يعمل قفلة؟ إيه اللي يعمل عازل بيني وبين التمتع بالرب؟ الخطية. مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد. ده الدور الإنساني. في وقت أقول حاجة تانية؟ طبعا. طيب. يبقى أول حاجة علي أعملها يا أخت منال لكي أثبت في المسيح، احفظوا أنفسكم في محبة الله منتظرين رحمة ربنا يسوع للحياة الأبدية. أروح ليوحنا 15. الرب هيتكلم عن حاجة مهمة قوي قوي عشان نثبت. هقولها كعنوان لأنها نرجع لها بالتفصيل بعد شوية. يوحنا 15، ولو طلعنا مع بعض عدد مثلا 10، تسعة كما أحبني نقرأ عدد 9 و10. أثبتوا في محبتي كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا، أثبتوا في محبتي. إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي كما إني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته. عشان أتمتع بالثبات أخت منال، احنا اتكلمنا شوية احفظوا أنفسكم في محبة الله، هنا المسيح بيتكلم على كده، قال اثبتوا في محبتي. اشبع بمحبة المسيح كل يوم، استمتع بأحضان المسيح. خلي بالك العدو بيحاول يفصلني، طبعا مش يفصلني عن كوني ابنه ياخد مني الحياة الأبدية never ever، لكن يحاول يعزلني ويفصلني عن التمتع بالشركة مع الآب السماوي ومع أحضان الرب الإلهية. كل يوم يجي يقول لي هو فين ربنا؟ فين ربنا؟ هو لو ربنا كان معاك يا أختي منال كان سمح لك بالموضوع الفلاني؟ هو كان لو ربنا معاك كان سمح لك بالقصة الفلانية؟ إذ قيل لي كل يوم أين إلهك؟ إلهك. الحاجة اللي تلزقني ثابت في ربنا إيه؟ في لزق، في جلو اسمه المحبة. ما فيش حاجة غيرها. اللي قال عنها بولس مرة، من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ فكل ما استمتعت أحبائي بمحبة المسيح أنه بيحبني وضحى بنفسه عشاني ودفع دمه على الصليب، ما فيش حاجة هتفصلني. أشد أم ضيق أم جوع أم اضطهاد أم خطر أم سيف، مش حاجة تفصلني. مين رايح يفصلني عنك وانت اللي فديت نفسي بدمك وربطت حياتي بحياتك؟ عايز أعيش ثابت أثبته في إيه؟ محبتي. ده حتى المسيح بيشبه العلاقة دي بنفسه مع الآب، كما إني أنا أثبت في الآب والآب فيا. وبعد كده راح قايل على حاجة تانية تساعدنا على الثبات، قال إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي. طب وش عرفك إن ربنا بيحبك يا أخت منال؟ جبتيها منين يعني؟ ما يمكن أنت تتخيل إن ربنا بيحبك كده يعني. لا، هو قال. برافو عليكي، شفتي بقى حضرتك رديت على طول أهو، هو قال. احنا مش عايشين في اوهام، احنا مش عايشين في خيالات، احنا مش قاعدين هنا في قناة الكرمة عشان نحمس الناس ونبيع لهم الاوهام. لا يا احبائي، الكتاب المقدس قال الله بينا محبته لنا لانه ونحن بعد خطاط مات المسيح لاجلنا، واللي حبني وبذل نفسه عشاني مش هيبخل عليا باي حاجه. الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا اجمعين، كيف لا يهبنا ايضا معه كل شيء. عشان اثبت فيه يا اخت منال، انا اثبت في محبته، واللي ساعدني على الثبات في محبته ان انا احفظ وصاياي. ان حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي. ودي عملها المسيح نفسه لما كان على الارض يا اخت منال، كما اني انا قد حفظت وصايا ابي وعملت ايه كمان؟ واثبت في محبتي. ليه الناس مهزوزه اليومين دولت؟ قفلوا الكتاب. صدقيني ممكن بيحضروا كنايس ماشي، وممكن بيحضروا برامج ماشي، بس مفيش حاجة تغني أحبائي الأفاضل عن قراية الكتاب. قال كده الكتاب إلى الشهادة وإلى الشريعة، إن لم يقولوا مثل هذا القول فليس لهم فكر. بما أننا بقى فتحنا الكتاب واتكلمنا عن الوصايا، أنا عايزة نتكلم شوية عن دور الكلمة وأهميتها في تثبيتنا، خاصة في الوقت ده اللي
اللي فعلا بقينا محمولين بكل ريح تعليم. الله ينور عليك. اللي شوية كمان بقينا معتمدين على المشاعر، معتمدين على بعض الأفكار، ولا سيما الجديدة اللي ابتدت تظهر، وبنشوف أفكار كتيرة غريبة. ويمكن احنا يعني بنشوف ده هنا يمكن في مجتمعنا الغربي وفي أمريكا أكتر من الشرقيين. يمكن الشرقيين ستيل مش بسهولة بيروح للجديد، وإنما طبعا إبليس جاذب، لكن بنلاقي الناس بسهولة جدا تقاد وتساق إلى كل ما هو جديد، حتى وإن كان شكله روحي، حتى وإن كان شكله كتابي، وما بيكونش كتابي، شكله كتابي. فزي نكون فعلا محصنين، وزي الكلمة يكون ليها دور قوي في حياتي في الوقت ده، لأنه فعلا وقت صعب، وقت حرج، وإحنا محتاجين نكون ثابتين في الرب. مفيش حاجة تخليني أكون ثابت فيه زي ما أثبته في محبتي، وأثبته في حفظ وصاياي، زي ما هو ثابت في وصايا، زي ما أنا ثبت في وصايا أبي وأثبت في محبته. إيه دور الكلمة؟ وإزاي ما كنش معتمد على مشاعري؟ مشاعري دي بره الموضوع، لأنه الناس حولت الكتاب المقدس الآية اللي بلاقيها على الفيسبوك، الموقف، الأزمة اللي أنا فيها، فبروح أفتح الكتاب كده عشوائي عشان أنا خلاص بغرق وعايز ربنا يكلمني بأي شكل، أو الوعظة اللي أنا شغلها. وإن كان الكتاب بيقول عظوا أنفسكم كل يوم، وحلو إن أنا أسمع وعظ كل يوم، لكن أنا عايز يكون لي علاقة بالكلمة، بالوصية دي، اللي الكلمة اللي الكتاب قال عليها أنه هي قادرة على تنقيتي. أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. الكلام ده فيه روح وحياة، أنه ما فيش روح وما فيش حياة وما فيش تغيير بعيد عن كلمة الله، مهما سمعت من وعظ ومهما سمعت قريت في تفسير ومهما، بدون شركة مع الكلمة أنا حياتي تكون فعلا فاضية وفي خطر. أشكرك يا أختي منال، لأن حضرتك دوستي على الوجع اللي بنعاني منه في هذه الأيام. يعني وأنا جاي هنا مسافر، راكبة جنبي واحدة في الطيارة جاية من باريس، وجاية ضربة مشوار مخصوص عشان خاطر تقابل شخصية هنا في هذه البلاد بتاعتكم. هي بتقول ده بياخد من ربنا وبيدينا. طب يا ست انت لو قعدت في باريس ربنا ما يكلمكيش؟ يعني لازم تقطعي تذكرة وتيجي المسافة دي كلها عشان خاطر إنسان ما هيقول كلام هو اللي يكلمك دوت؟ ما ينفعش ربنا. عشان كده الضربة الأخيرة في الأيام الأخيرة هو ابتعاد الناس عن كلمة الله. وأنا عايز أركز على ثلاث آيات. الآية الأولانية قالها الرب يسوع، الآية الثانية قالها اتقالت عن الرسول بولس، الآية الثالثة قالها الرسول بطرس. الأولانية في إنجيل يوحنا 15 اللي احنا موجودين فيه برضو، لو رجعنا مرة تاني لعدد 2 والمسيح بيتكلم عن الثبات، عدد 3، وتكلم قوي ربط الثبات بكلمة الله. مفروض المسيح هو بيتكلم يقول لهم اثبتوا فيا وده كفاية قوي. قال لهم لا، أنا هسيب لكم الكتاب المقدس. عدد 3 بيقول إيه يا أخت منال في يوحنا 15 عدد 3؟ أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. أنتم الآن أنقياء لسبب الإيه؟ الكلام الذي كلمتكم. عدد 10 اللي احنا قريناه من شوية، إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي إلى آخره. إذن قد حفظت وصاياي. إذن الرب يسوع المسيح ركز قوي قوي على أهمية الكتاب المقدس. لما الرب مشي مع تلمذي عمواس يا أخت منال، وكانوا متلخبطين ومتشوشين، هو المسيح قام فعلا ولا ما قامش؟ الرب قرب منهم. وبعدين أنا بستعجب قوي على المحترم العظيم الرب يسوع المسيح، عايز يفسر لهم المكتوب، يقول لهم ايه؟ يقول لهم، عايز يشرح لهم حقيقة القيامة والموت. مفروض هو بقى يقول كلام من عنده ويبقى احلى كلام. لا، لو 24 وعدد يمكن 27 على ما اذكر، يقول له، يقول الكتاب كده، وابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء. شكرا لحضرة المخرج طلعها لنا. يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب. لا اقريها تاني لو سمحتي. ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به
في جميع الكتب. هو الرب يسوع المسيح محتاج يقتبس من الكتاب المقدس؟ ما بيعلمنا، بيعلمنا. هو لو قال كلام من راسه يبقى زي الفل، لا بس هو بيدينا درس. ابتدأ من موسى اللي هو أسفار موسى الخمسة، والأنبياء اللي هم 16 كتاب بتوع الأنبياء بتوع العهد الكتاب. لما تروح بقى لنفس الأصحاح عدد 44 اقتبس كمان، يقولك ومن المزامير، من المزامير. إذن الحاجة يا أخت منال للرجوع إلى الكتاب المقدس وإلى كلمة الله. طيب أروح أقتبس حاجة قالها الرسول بطرس، ودي لها مغزى كبير قوي قوي قوي. لو حضرة المخرج الفاضل يطلع لنا بطرس الثانية أصحاح واحد ويمكن عدد 19. بطرس الرسول وهو بيكتب للمؤمنين في زمن الارتداد بيقول لهم أنا كنت مع المسيح على الجبل، يمكن عدد 18، نبدأ من عدد 18 الأول. لما قال إحنا كنا على الجبل معاه، تفضلي إيرانا. ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلا من السماء إذ كنا معه في الجبل المقدس. أيوة. وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها، كما إلى سراج منير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح. إيه القصة اللي بيقولها بطرس؟ بطرس بيتكلم عن الناس، هو بيتكلم في الرسالة الثانية عن الارتداد. بطرس الأولى عن الاضطهاد، بطرس الثانية عن الارتداد. طيب بيقول إيه اللي مؤمن في الأيام الارتداد؟ بيقول لهم يا جماعة، يا جماعة أنا كنت مع الرب على الجبل. أنا مش واحد سمعت عن المسيح ده، أنا كنت معاه ومعاينين مجده الأسنى. ولكن عندنا الكلمة النبوية، الكلمة النبوية قولي معايا وهي أثبت. أثبت، أثبت من إيه؟ أثبت من أنا وكلامي والحكاية اللي حكول. أنا شفت، يا ناس يطلعوا على المنابر يعلموا، أنا شفت وأنا حلمت وأنا قلت وأنا بشايف لك وأنا جاي لك وأنا رايح وبتاع، ويتوهوا الناس ويخبطوا الناس يعني في الحيطان. يا جماعة، يا جماعة متكلمين أو سامعين، نصيحة ربنا ونصيحة الكتاب، عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت. لما الكتاب يخلص وبقول من دماغ حضرتك بعد كده، عندنا الكلمة النبوية وهي إيه؟ أثبت. أنا عجباني كلمة أثبت، يعني لو كلامي صح أنا بطرس الرسول يبقى الكلمة هي أثبت. أثبت. لو رؤيتي للرب على الجبل التجلي حلوة، بس كلمة الله هي أثبت. الأثبت. وعجبني التعبير هنا اللي بيوصف كلمة الله prophetic word، كلمة نبوية. يا من تبحث عن نبوات جوه كتاب مش في الأيباد، جوه كتاب، هو ده prophetic word، الكلمة النبوية. يلي عايز نبوات وعايز إعلانات وعايز كلمات، عندنا الكلمة النبوية وهي إيه؟ أثبت. التي إن تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها، كان إلى سراج منير في موضع مظلم. شوف حضرتك النور الجميل الحلو دوت منور القعدة اللي احنا قاعدين فيها. إيه اللي ينور ظلام وتخبط العالم وتخبط المؤمنين ويقول لك كنيستنا بتقول وكنيستكم بتقول، فلان طلع على التلفزيون بيقول وفلان نزل بيقول، والناس يا عيني يقول لك دي متاهة والله أعلم. لا، عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت. أخذ موقف أخير على الكلمة. أنا طولت معلش في الإجابة. ده أمر مهم جدا وخطير جدا. صح، نرجع للكتاب المقدس. في كل أمر محتاجين نمتحن. كتاب قال امتحنوا كل شيء. صحيح. إحنا بنسمع وبنقبل أوقات وبنفتح نفسنا لأمور ممكن تربط وتقيد حياتنا من غير ما ندرى. صحيح. لأن إحنا مش بنمتحنها. صحيح. ولأن هي زي ما حضرتك تفضلت وقلت إن هي جاية من ناس قد يكون لهم صورة التقوى، قد يكونوا بيدعوا إنهم روحيين، لكن إحنا محتاجين في كل وقت نمتحن كل الأمور. صحيح. وما نسمعش وما نبصش وما نشوفش غير كل شيء بنطبقه على هذه الكلمة، الكلمة النبوية وهي أثبت. أروح لأعمال أصحاح 17، وفي ناس محترمين حلوين قوي بحبهم اسمهم أهل بيرية. أعمال الرسل أصحاح 17، بولس كان بيخدم في تسالونيكي وبعدين حصل اضطهاد، فقام ساب تسالونيكي وراح إلى بيرية. ولما راح لبيرية يقول عنهم الكتاب إن هم فيهم صفة حلوة، عدد 11، أعمال 17 عدد 11.
هيقول إيه الكتاب عن أهل بيرية دولت مع أن بلد صغيرة وإخوة بسطة، لكن يقول عنهم كلمة في منتهى الروعة. تفضلي. وأما الإخوة فللوقت أرسلوا بولس وسيلة ليلا إلى بيرية، وهما لما وصل مضي إلى مجمع اليهود. عدد 11 بقى. وكان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيكي. أيوة ليه؟ فقبلوا الكلمة بكل نشاط، فاحصين الكتب كل يوم. هل هذه الأمور هكذا؟ أنا عجباني أول آية دي. هل هذه وكان هؤلاء اللي هم في بيرية أشرف من الذين في تسالونيكي. هم عملوا حاجتين. واحد، قبلوا الكلمة بكل نشاط. قبلوا الكلمة مش الوعظة. وبعدين عملوا حاجة تانية بقى. عملوا ايه؟ فاحصين الكتب كل يوم. هل هذه الامور هكذا؟ خلي بالك، هو مين كان بيوعظهم وقتها؟ ده مش الاخ إلي، لا ده اللي بيوعظهم رسول بولس. قالوا ما تفرقش معانا رسول بولس الرسول بطرس، اي واحد هيجي وعظنا هنقيس كلامه على ايه؟ على الكتب. قالوا دقيقة واحدة يا اخ بولس، انت رسول وعلى دماغنا من فوق، بس دقيقة واحدة هنقيس كلامك على الكتاب المقدس. هل هذه الامور اللي انت بتقولها هكذا؟ مرة تاني احنا محتاجين نرجع لكلمة الله، ودي دورها بقى في الثبات بتاعنا. فالمؤمنين اللي ماسكين في كلمة الله يا اخت منال مؤمنين ثابتين، مش محمولين بكل ريح تعليم، مش اي واحد يطلع لنا بكلام جديد نجري وراه، ده فلان الفلان اللي قال ولا علان العلان اللي قال، لكن لانه الكتاب المقدس هو اللي بيقول كده. احبائي يلا مره تاني خلينا نمسك في كلمه الله، ونمسك في الكتاب المقدس اللي يشبع قلبنا، اللي يفرح نفوسنا، اللي يعزينا حتى في وقت الالام، حتى في وقت الوجع. كلمة الله بحبها قوي، يقول أرسل كلمته فشفاهم. كثير قوي ناس متألمين، وقلبي بيشفق على أخوات المتألمين اللي بيشاهدونا النهاردة وعمين يقولوا فين الرب، والعدو عمال يسخن فيك، هو فين الرب؟ لو كان الرب بيحبك كان عمل كده وكده. حبيب الغالي، الرب يشعر بألامك، لكن أرجوك ارجع لكلمة الله، هتلاقي شفاء وتلاقي تعزية. مرة داود قال له ترنيمات صارت لي فرائضك في أرض غربتي. اترنم بكلمة الله وترنم بالمواعيد الإلهية، هتلاقي نفسك عمال تصرخ وترنم وتقول ثابت قلبي يا الله. يا الله. أمين يا أخي ليا. أنا عايزة أرجع برضو لسؤال، بس قبل يعني في حتة الكلمة مرة تانية، بس معانا تليفونات أستأذنك ناخدها. تفضلي. معانا الأخ مسعد من مصر، أهلا بيك حضرتك على الهواء أخ مسعد. مساء الخير يا استاذ منال، ربنا يبارك ويبارك الاخ اللي كله. اهلا. شكرا. بالنسبه للموضوع اللي بيتكلم فيه الاخ ليا، انا عاوز اعرف في كراهيه تقليديه تعمل لي كده ويقولوا ان السيده الاخريستيه او معده الرب هي السبات المسيح، مع ان الاخ ليا فعلا قال ان كلمه ربنا هي اللي بتثبت الفكر والحواس وكل شيء. والناس العجوز ياخدوا سيدة الفلسطينية أو معدة الرب بدون أن ياخدوا كلمة ربنا والمواعيد العظمى والثمينة، لذلك بيتكلوا على السر دوت وبيقولوش كلمة ربنا خالص. فهل الأصح ناخد الاثنين، ولا ناخد السيدة الفلسطينية دوت ونقول هو الثبات وهو المهم وبلاش كلمة ربنا وبلاش كلمة ربنا، مع ان كلمة ربنا الأهم، لأن لما بقراها بناس فيها المواعيد، بشوف فيها المواعيد، بشوف فيها نعمة ربنا، بشوف فيها كل شيء ليا إذا كنت ضعيف، إذا كنت حزين، إذا كنت متألم، إذا كنت كئيب، هي اللي بتشجعني وهي اللي بتديني الغذاء يومي في كل حالة بقى فيها. وأرجو التعليق على ذلك وربنا يبارككم. ويباركك يا أخ مسعد، شكرا على سؤالك. لو خالي هجاب بيتكلم على إن في تعليم بتقول إن الثبات وحده من خلال سر الأفخارستية أو التناول، إنه زي ما الكتاب قال من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه. فبيقول هل نرتكن على هذه الحقيقة وهذا الحق وحده ونجهل بقية الأمور وكلمة الله؟
هو عايز توضيح. سؤال في منتهى الروعة، وأنا فرحان أنه جالنا السؤال دوت، لأن الآية ديت بتتفهم غلط. يوحنا 6 اللي هو المسيح قال فيه أنه من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه، هو يوحنا 6 عدد 56 بالمناسبة. هذه الآية لا تتكلم أبدا عن سر الأفخارستيا أو المناولة أو مائدة أو عشاء الرب، لا علاقة لها، مع أنها misused، بتساء استخدامها للأسف في كل الكنائس. فكل الكنائس لما تيجي تعمل مائدة الرب تقرأ الآية ديت، وهذه الآية لا علاقة لها بالمائدة والتناول أبدا. يوحنا 6 ما بيتكلمش عن مائدة الرب والتناول، يوحنا 6 بيتكلم عن الإيمان بالرب يسوع المسيح. تقول لي ليه؟ مع أنه مش موضوعنا يعني، لكن لأن يوحنا 6 المسيح بيتكلم فيه في كفر نحوم. المائدة الرب أو عشاء الأخير الرب عمله في أورشليم. يوحنا 6 كان المسيح بيتكلم لأناس أشرار. مائدة الرب اتعملت في الليلة الأخيرة في العلية للتلاميذ فقط، الحداشر تلميذ بدون يهوذا طبعا عمل لهم العشاء الأخير. بس أطلع من الحتة ديت بحاجة، من يأكل جسدي ويشرب دمي، المسيح مش بيتكلم عن مائدة الرب قوي يا جماعة، من فضلكم راجعوا الجزء دوت ودرسوه مرة تاني. المسيح بيتكلم هنا عن الإيمان بالمسيح. إيه هو جسده ودمه؟ هو كناية عن عمل وموت الرب يسوع، عشان كده قال لهم في عدد 35 من نفس الأصحاح، أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش إلى الأبد. بيتكلم عن الإيمان بالمسيح. يا من تريد الثبات في المسيح، أثبت في كلمة الله، في محبة الله، ولما تحب تاخد من المناولة أو عشاء الرب ده شيء جميل ورائع، هذا ليس للثبات إنما للتذكار. أتذكر موت الرب، وكلما أكلتم من هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجي. أمين. معنا تليفونات يا أستاذ زينب ناخدها. تفضل. معنا الأخت فريال من لندن، أهلا بيكي حضرتك على الهواء. ألو أخت منال، سلام ونعمة المسيح معك. أهلا وسهلا. الأخ المبارك خادم الرب إيليا، والرب يبارككم. شكرا. في إنجيل متى إصحاح 7 عدد 24، رب المجد يسوع المسيح بفمه الطار قال: فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر. يعني أقوال المسيح يذكرها الرب يسوع المسيح، منين أقواله له؟ كل المشي من الكتاب المقدس، واللي إحنا نثبت على الصخر إنه ثابتين على الصخر، الرب يسوع المسيح هو صخرة اللي نثبت عليها ثابتين فيه، فما راح يأثرنا نتأثر بأي شيء، بأي تعليم، بأي فيسبوك، بأي أي تعليم. والثبات في المسيح في الأزمنة الصعبة، إنه الرب هو له كل المجد، الرب نجانا وينجينا وسينجينا. لما نثبت في المسيح في هذه الأزمنة الصعبة إلى أن يجي الرب يسوع المسيح ويأخذ كنيسته، وإحنا منتظرين مجيئه دقيقة بدقيقة، نقول آمين تعال أيها الرب يسوع سريعا. مداخلتي هذه كانت، والرب يبارككم ويحفظكم من مجد إلى مجد. شكرا أخت فريال، الرب يباركك، بشكرك جدا على مداخلتك. معنا الأخت نيهال من لندن، أهلا بيكي أخت نيهال. سلام ونعمة يا أخت منال، برحب بحضرتك وبالأخ المبارك الأخ إيليا المليان بكلمة الرب الحية، فهو بالفعل رائحة المسيح الزكية في كل مكان. شكرا. الرب يبارككم ويبارك المشاهدين الغاليين على قلب الرب ببركات حتى لا توسع. وعنوان موضوع النهاردة الثبات في أزمنة صعبة، واضح من العنوان أنه في أزمنة صعبة ومطلوب من المؤمنين أنهم يثبتوا. وأنا عايزة أشكر الرب من أجل كلمته الصادقة قبل ما أتكلم في أي حاجة
لأنه كلمته هي اللي عرفتني أنه في أزمنة صعبة، في أزمنة مليانة بالتجارب القاسية، والرب بنفسه قال في العالم هيكون ليكم ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. يعني بالمعنى البسيط ما غشيناش وما فرشلناش البحر طحينة، لأ، قال أنه هيكون في ضيق، والمؤمن مش محصن من التجارب لكن محصن ومستور ومحمي في التجارب. وأنا الحقيقة بستغرب من التعليم المضلة اللي بتتقال من بعض الخدام عشان يجذبوا الناس للرب، بيقولوا لهم إن المؤمن مش هيدخل في التجارب ده. يعني حتى أهل العالم عندهم قول بيقول إن المؤمن دايما منصاب. فأنا مش عايزة أتكلم كتير لأني عايزة أميك ده موستف أو أستغل وجود الأخ إلي. فعندي يعني أنا دايما بستعين بيه خارج الهوى في كل سؤال بيواجهني، وأقول الصدق في المسيح دايما بيرد عليا وعمره ما بخل عليا بوقته، دايما إجاباته كتابية ومستندة على الحق الكتابي، فهو my private teacher. يعني عندي سؤالين يا أخ إليا. فضل. لو سمحتي لي يا أخت منال، حضرتك قلت حتة خطيرة بخصوص الآية اللي بتقول إنه في الأزمنة الأخيرة سيرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين، وحضرتك قلت إن الآية دي بتنطبق على المؤمنين أو ما يسمون أنفسهم إنهم مؤمنون. والحقيقة دي مصيبة وكارثة كبيرة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لأن الكتاب يعني بيعلمنا إننا مش مفروض نكون محمولين بكل ريح تعليم. طب دي هلفا جوب، يعني دي حاجة كبيرة قوي ومسؤولية رائعة على الشعب الغلبان والمسكين إنه يسمع ويقدر يميز. فسؤالي لحضرتك، إزاي شعب الرب يكون عنده روح تمييز عشان يقدر يقبل التعليم الصحيح ويرفض التعليم المضلة والشيطانية؟ وهل كل مؤمن عنده القدرة على تمييز الأرواح؟ ده سؤالي الأولاني. وسؤالي الثاني بخصوص الحتة اللي ذكرتيها يا أخت منال، إنه في ناس بتعتمد على مشاعرها وعلى عواطفها، فللأسف بيعجبها ستايل معين في الوعظ، فتفضل سوري سامحوني في التعبير بتتنطط من كنيسة لأخرى وما فيش أي نوع من الثبات. فسؤالي، هل حضرتك تنصح هذه النوعية من الناس إنها تفضل في كنيسة واحدة، ولا زي ما بيقولوا زيادة الخير خيرين؟ ولو فرض إن كنيستي اللي تربيت فيها وفيها أبائي وأجدادي مش بتكبرني روحيا ومش بحس بأي نمو فيها، هل برضو أستمر في الحضور فيها كنوع من الولاء واللويالتي يعني، ولا مفروض أكون صادقا مع نفسي والكنيسة التي لا تغيرني أغيرها؟ أرجو التوضيح ورب بيبارك. Thank you أختي نهال، ربي يباركك. شكرا يا أختي نهال، دي عايزة حلقة لوحدها يعني. لما أجي عندكم لندن إن شاء الله نبقى نحكي في كل القصص دي، لكن هجاوب عليهم برضو إجابة سريعة. هل أقدر أجاوب ولا في مكالمات؟ في مكالمات بس أجاوب بسرعة؟ بليز. طيب. التمييز، كيف نميز؟ أحب أقرأ مع أحباء المشاهدين فيليبي واحد من فضلكم، دي آية مهمة قوي، فيليبي واحد عدد 9 و10. نحن مطالبين كمؤمنين أن نميز وأن يكون لدينا روح تمييز. كيف نستطيع أن نميز؟ رسالة فيليبي الرسول كتب لأنه كان داخل وسطهم بعض التعليم الغريبة، فكتب لهم يقول لهم الآية ديت. فيليبي واحد عدد 10 حتى تميزوا الأمور المتخلفة. طب عفوا ممكن نرجع لعدد 9؟ عدد 9. وهذا أصليه أن تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر في المعرفة. أيوة. وفي كل فهم، حتى تميزوا الأمور المتخالفة لكي تكونوا مخلصين وبلا عثرة إلى يوم المسيح. كيف نستطيع أن نميز؟ البصلي لأجلكم يا مؤمنين. ليه بقى؟ مش عشان خاطر تتباركوا والدنيا توسع والظروف والدنيا تبقى مفتوحة والكلام الوهمي اللي بيقدموه الوعاظ اللي بعيد عن كلمة الله، لا، أن تزداد محبتكم أكثر فأكثر في المعرفة وكل فهم روحي. فكل ما ازددت معرفة وفهم روحي بالروح القدس وعمل الروح القدس، النتيجة هقدر إيزيلي جدا أميز. لما يكون معايا مقياس صحيح يا أخت منال، ها، هقدر اقيس. حضرتك جبتي لي متر قماش، لا ده متر الا ربع،
طب ايه الفصل بين الفاصل بيني وبينك؟ الميجر المتر اللي موجود معايا المقياس دوت. المقياس اللي اقيس بيه عليه كل حاجه واقدر اميزها كلمه الله. هل هذه الامور هكذا؟ يبقى ده رقم واحد بالنسبه للتمييز. بالنسبه للسؤال الثاني سالته الاخت منال، لو الاخت نهال، لو انا في كنيسه ما فيش اي تعليم فيها، ما فيش فيها اي كلام، وهي كنيستي الام وهي لا تقدم كلمه الله، لا افضل ان انا اغيرها صراحه. مش بقول ان حصل اختلاف بيني وبين الناس، او انا ما وعظتش فيها، او ما دخلتش فريق الترنيم، او ما اسيب الكنيسه وامشي، لا دي حاجه لا مش بنايدها. لكن امتى نايد؟ نقول ان الواحد شوف مكان تاني، عندما لا يكون هذا المكان يقدم المسيح ويقدم كلمة الله. فجميل أن الكنيسة تقدم المسيح وحده وكلمة الله وحدها. لازم أكون باكل وبشبع روحيا من المكان اللي بكون فيه، صحيح. وألا يكون وجودي ولا مؤثر ولا هتأثر ولا هأؤثر. بالضبط. فأنا يعني لازم أكون بتحرك بحسب ربنا عايز يقودني لفين. صحيح. كنيسة فيها المسيح فقط وفيها كلمة الله فقط. معنا تليفونات تانية، استأذنك تخلق. اتفضل. معنا ابن الرب من أمريكا، أهلا بيك حضرتك على الهواء. يوم مساء الخير. أهلا بيك. تحياتي ليكم وربنا يبارككم. أنا بس كنت عاوز يعني أوضح حاجة. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيه وأنا فيه، وبعدها على طول لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق، فما نقدرش نقول إن هو ذكرى ونسكت على كده. ده جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق، دي حاجة. الحاجة التانية، عندنا في الكنيسة قبل التناول اللي هو قبل سر الإبخاريستيا بنقرأ، شوفوا بنقرأ قد إيه بقى، بنقرأ إنجيل باكر، بنقرأ المزمور بتاع باكر، بعديه بنقرأ مزامير الأجبية، بعديه بنقرأ الأناجيل بتاع الأجبية، بعديه بنقرأ البولس، بعديه الكاسيليكون، بعديه البراكسيس، بعديه سنكسار اللي هي قصص الشهداء، وبعديه القداس، وبعديه بنتناول. فإذا الاثنين وجهين لعملة واحدة، ما نقدرش نستغنى عن حاجة، ولا نقدر نستغنى عن الكتاب المقدس، ولا نقدر نستغنى عن التناول، ولا نقدر نقول إن التناول ده مجرد ذكرى، لا، ده مأكل حق ومشرب حق. وشكرا وتحياتي ليكم وربنا يعوضكم. بشكرك جدا ابن المسيح على الإضافة للسؤال اللي اتسأل. بشكرك جدا، ربي يباركك. احنا بنقدر ونحترم، وكنيستنا الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية احترم كل الطوائف، كل المذاهب، كل الفكر، لأننا في الآخر واحد في المسيح. كل وسائط النعمة اللي موجودة دي علشان هدفها حاجة واحدة بس، تقودنا لشخص الرب يسوع، ونكون على شبهه وصورته، ونكون مشابهين صورة ابنه، ونكون عروس طليق بمجد المسيح. لكن كمان أشجع، أنا عايزة حضرتك أشجع على دراسة الكلمة. أصحاح مرة تاني بتاع يوحنا 6، فليس كل ما تناقل وسمعناه مسلم به، لكن أشجع كل أحباء المشاهدين يدرسوا إنجيل يوحنا 6 مرة تاني، ويدرسوه بدراسة دقيقة، ونوصل للحقيقة. هل هو الأصحاح ده بيتكلم عن مائدة الرب، ولا بيتكلم عن الإيمان بالمسيح؟ بشكرك جدا أخي ليا. معانا أبو مهند من الأردن، أهلا بيك حضرتك على الهواء. مساء الخير. أهلا وسهلا. أهلا بيك. تحية محبة للأخت الكريمة والأخ الفاضل العزيز. أهلا وسهلا. لدي سؤال يقول: هل يمكن أن يكون الألم هو القوة الجاذبية التي تجذب المؤمن إلى جانب المسيح؟ هل يكون ممكن أن يكون الألم هو القوة الجاذبية التي تجذب المؤمن إلى جانب المسيح؟ وشكرا. أمين. شكرا على شكرا ليك يا أبو مهند، بشكرك جدا. أنا مش عايزة حاجة تاخدنا أو تعمل ديستراكت برا الموضوع، عشان نكمل الموضوع مهم.
بس استأذنك ترد فعل جيلة على أبو مهند. بالنسبة لدور الألم، هل هو الجاذبية؟ لا، الجاذبية هو شخص المسيح نفسه، لكن الألم هو واحدة من الوسائل التي يستخدمها الرب لبركة حياتنا. لكن ما يجذبني إلى المسيح هو شخصه بالروح القدس اللي قالت عنه العروس اجذبني وراءك فنجري، ومرة قال المسيح وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذبه إلي الجميع. أمين أمين. بشكرك أخي ليا. أنا عايزة أرجع، إحنا كنا بنتكلم عن كلمة الله وأهميتها ودورها في حياتنا، وأهمية إن يكون في وقت مع الكلمة ودراسة وفهم وعمق وفحصين الكتب زي ما الكتاب قال وطلب مننا إن إحنا نكون فحصين الكتب باستمرار. لكن عايزة أتكلم على دور الروح القدس مع الكلمة، لأنه ممكن في ناس استخدمت الكتاب المقدس وطلعت هرطقات، في ناس ممكن تكون بتستخدم الكتاب المقدس من خلال دراسات ومن خلال تعليم وأفكار، ويدخلوا في بحور من الدراسة والأفكار اللي في الآخر ممكن تقود لشتات، وده بنشوفه. لكن أنا عايز أتكلم على دور الروح القدس مع الكلمة، لأن من غير الروح القدس الكلمة هتكون كتاب، مجرد كتاب، لكن القوة وراء هذه الكلمة هو الروح القدس. نعم. العامل من نعم. خلال الكلمة اللي نعم. بينقل الكلمة دي جوايا ويخليها حياة معايشة فيا. ايه رأيك؟ الاثنين يعملان معا، كلمة الله والروح القدس، وهناك ارتباط كثير قوي قوي في كلمة الله بين الاثنين مع بعض. لو تسمحي لي اذكر بعض الامثلة، مثلا على سبيل المثال في إنجيل لوقا صح 4، عندما جاء المسيح إلى البرية لكي يجرب من إبليس، الكتاب يذكر أمرين في غاية الأهمية كانا من خلالهما المسيح ينتصر على تجربة إبليس. أولا الروح القدس، لما يقول الكتاب في لوقا 4 حينئذ رجع يسوع من الأردن ممتلئا من الروح القدس وكان يقتاد من الروح في البرية. وبعدين لما ابتدى إبليس يعرض عليه التجارب بتاعته قال له يسوع مكتوب. إذن الاثنين work together، ما اقدرش أفصل ما بين الروح القدس وكلمة الله. حتى الرسول بولس لما تكلم عن سلاح الله الكامل قال وسيف الروح الذي هو كلمة الله، الاثنين يعملان معا. فبدون الكلمة الروح القدس ما يقدرش يشتغل جوايا، وبدون الروح القدس الكلمة تبقى مجرد معلومات موجودة في ذهني لا غير مفعلة. فعشان أستفيد من الاثنين أنا محتاج إلى أقرأ كلمة الله وأدرسها، ومحتاج كمان إلى قوة وعمل الروح القدس. المسيح قال عبارة حلوة قوي عن الروح القدس، قال إنه متى جاء المعزي الروح القدس هو يذكركم بكل ما قلته لكم ويرشدكم إلى جميع الحق. يذكركم ويرشدكم إلى جميع الحق. نحن نحتاج إلى قوة وفاعلية يا ما ناس عندها معلومات في دماغها ترصلك آيات للصبح، لكن زي ما قال الكتاب لهم صورة التقوى ولكنهم فين القوة اللي يخليني ثابت وفرحان ومتشجع؟ يعني مثلا على سبيل المثال استفانوس بيترجم يا أخت منال، هو بيترجم واحد مفروض ينهار، واحد مفروض يجدف على ربنا حاشا، لكن عارف استفانوس هو في عز الألم يقول أما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس وقال أنا أرى السماوات مفتوحة ويسوع قائما عن يمين الله. إيه اللي مشجعك يا استفانوس وسط ألامك؟ القوة وملء الروح القدس. أمين أمين يا خليه. أنا عايزة أروح لجزئية تانية وهي الإيمان وعمله في تثبيتنا. إحنا فضلنا 13 دقيقة وعايزين نجري شوية، مش عايزين نفوت أي حاجة. إزاي أشوف الأمور اللي بتحصل حواليا بعيون الإيمان؟ وهل الثبات مين بيجي الأول؟ يعني هل أنا لازم أكون ثابت في المسيح فبالتالي أمتلئ إيمان،
ولا أنا لازم أكون ممتلئ إيمان فأثبت في المسيح؟ هو على قد معرفتي أنه اللي يجي الأول الإيمان طبعا. الإيمان يقود إلى الثراء. ولما أرجع مثلا ليوحنا 6 اللي احنا خدنا منه آية من شوية، هيقول لنا أنه كثيرون ما قدروش يكملوا المسيرة مع الرب. ممكن لو حضرة المخرج الفاضل يطلع لنا إنجيل يوحنا أصحاح 6، وهقرأ بعض الآيات السريعة منه. عدد مثلا عدد كام؟ يوحنا 6 ابتداء من عدد 64، لما سمعوا المسيح بيتكلم عن أنا هو خبز الحياة إلى آخره، يقول الكتاب إيه؟ لأن يسوع من البدء علم من هم الذين. أنا عايز من أول عدد 64. ولكن منكم قوم لا يؤمنون، لأن يسوع في البدء علم من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذي يسلمه. طيب، يبقى في قال لهم أنتوا عارفين ليه مش قابلين الكلام اللي بقوله دوت؟ لأن في قوم منكم لا يؤمنون. عملوا إيه في عدد 66 بقى؟ أروح لعدد 66 من هذا الوقت. رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. واخد بال حضرتك من الارتباط؟ عدد 64 قال لهم منكم قوم لا يؤمنون. عدد 66 ابتدأ قوم كثيرون يرجعون من ورائه. عدم الإيمان يقود إلى عدم الثبات. إذن أنا أحتاج إلى إيمان، أحتاج أنه الرب يزود جرعة الإيمان عشان ما سيبش الرب وارجع من وراه. وعندي مثال حلو قوي، لما موسى بعت 12 جاسوس يا أخت منال، اتقسموا المجموعتين. المجموعة الأولانية 10 قالوا لا 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 لا، إحنا ما نقدرش نروح أرض كنعان ونمتلكها، ما عدا اتنين يشوع وكالب. والكتاب يقول لنا إن هم أنصتوا الشعب إلى موسى، قالوا لا نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليه. وبعدين يجي الرسول في رسالة العبرانيين أصحاح 3 يكلمنا بقى لماذا سقط عدد كبير من جماعة إسرائيل في القفر. يقول الكتاب وبأكثرهم لم يسر الله ولم يستطيعوا أن يدخلوا لعدم الإيمان. يعني ما قدروش يكملوا مسيرة رحلتهم في البرية ويخشوا أرض كنعان بسبب عدم الإيمان. حلو الإيمان لما يمتلك في القلب، يخليني أشوف اللي ما يتشافش، ويخليني ثابت، ويخليني ماشي ورا الرب مهما كان من الظروف الصعبة. بس أوقات كده بنخور يا أخي ليه؟ بنتعب، بنتهز. بيحصل. بيكون اللي حوالينا صعب، صوته عالي. بيربك. عشان كده أنا محتاج، أنا ماليش غير أحضانك أجري عليها وبدفها. المؤمن محتاج يا أحبائي علشان ما يبقاش محمول ومهزوز، ومش أي خطة ومش أي تجربة تجيبه في الأرض، محتاج أنه يتزود بكلمة الله، ومحتاج يترمي في الأحضان الإلهية، ومحتاج في كل يوم يجي يقول للرب احفظني يا الله لأني عليك توكلت. ولينا الوعد الإلهي القادر أن يحفظكم غير عاسرين. إيه شكل الشخص الثابت في المسيح؟ إيه الدلالات اللي بتقول إنه أنا ثابت في المسيح؟ حقيقي في عدة صفات جميلة جدا جدا للشخص اللي هو يكون ثابت في المسيح. رقم واحد، شخص بيسلك وراء الرب. الرسول يوحنا يقول من قال أنه ثابت فيه، يوحنا الأولى 2:6، من قال أنه ثابت فيه فينبغي أنه كما سلك ذاك يسلك هو أيضا. ده واحد، الشخص الثابت يسلك كما سلك المسيح. رقم اثنين، الشخص الثابت مثمر، وده إنجيل يوحنا 15 اللي بدينا به الحلقة. قال كده الذي يثبت فيه وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير. لو في غصن حضرتك والغصن ده تفكر كده، أتخيل يعني، قال لا لا أنا زهقت من الشجرة اللي أنا قاعد فيها ديت، أنا طلعت مشى شوية برا لوحدي، النتيجة هيجف ويصير بلا ثمر.
ايه العلامة ان الغصن ده هو ثابت في الكرمة؟ العلامة انه يأتي بثمر. وقال كده الرب له كل المجد ويدوم ثمركم. حاجة التالتة للشخص الثابت هو شخص في ازدياد يا أختي منال. في ازدياد. يعني أنا بتأثر قوي كان نفسي نقراها مع المشاهدين سفر يشوع أصح 14 عن واحد اسمه كالب. هي أنا بتأثر بالشخصية دي. اتقابل مع يشوع وكان عنده 85 سنة يا أختي منال. سفر يشوع أصح 14 وعدد 10. فبيقول لي يشوع إيه بقى؟ يوم ما بعتني موسى كان سني 40 سنة. سفر يشوع، سفر يشوع أصحاح 14 وعدد 10. والآن فها قد استحياني الرب كما تكلم هذه 45 سنة. من حين كلم الرب موسى بهذا الكلام حين صار إسرائيل في القفر، والآن فها أنا اليوم ابن 85 سنة. فلم أزل اليوم متشددا كما في يوم أرسلني موسى، كما كانت قوتي حينئذ هكذا قوتي الآن للحرب وللخروج والدخول. يعني بيحكي ليشوع، واقف قدام يشوع سنه كان دلوقتي 85 سنة، بيقول يوم ما بعتني يشوع موسى أتجسس الأرض كان سني 40 سنة أو 45 سنة. يعني أنا 85 سنة في ازدياد، ومن مجد المجد ومن بركة البركة. الشخص الثابت في المسيح في ازدياد يرون قدام الله من قوة إلى قوة. أمين. معنا تليفون، أستأذنك نحن. تفضل. معنا الأخ منصور من فرنسا ألمانيا. أهلا بك أخ منصور. أهلا وسهلا. تحياتي لكم وللأخ إلي حبيب قلبي. أهلا وسهلا. أنا بحب لك، أنا كنت أرثوذكسي وتركت الأرثوذكسية وصرت مسيحي بأم بالرب يسوع وبكلامه بالإنجيل. وأنا بحط إيدي على إيدك وبقول لك إنه أسفة جدا الخط وقع أخ منصور، ممكن تعاود الاتصال بينا مرة تانية؟ مشكورك جدا. الشخص الثابت هو شخص في ازدياد، زي ما كان كالب ابن يفنة وهو عنده 85 سنة. لكن عايز أقول في الآخر، لأنه حلقتنا برة تخلص، أنا علي دور كمان أثبت اللي حواليا يا أخت منال. أنا محتاج دوري في تشديد وتثبيت أخواتي المؤمنين. أنا محتاج أثبت اللي حواليا. يعني الشخص الثابت في المسيح، بصي في ناس في كنايسنا عاملين قلق وعاملين إزعاج. قال عنهم الرسول في عبرانيين 12 لألا يطلع أحد أصل مرارة ويصنع انزعاجا ويتنجس به كثيرون. يعني في واحد عامل قلق، نار كله يخبط في دوت ويعصر دوت وسبب مشكلة لدوت، وفي واحد تاني سبب تشجيع للي حواليك. هل أنا ليا دور كمؤمن ثابت إن أنا أثبت إخواتي؟ يعني عجبني أول كلام عن الرسول بولس في أعمال 14 بعد ما اترجم وما سابهوش الناس اليهود إلا لما ظنوا أنه قد مات. لكن عمل إيه؟ مجرد ما حوض بيه التلاميذ وقام على حيله، عارفة قام يعمل إيه؟ مش يروح المستشفى. لكن يقول الكتاب في أعمال أصحاح 14 عدد 22 قال يلا ندخل المدينة، يعمل إيه؟ يشددان أنفس التلاميذ ويعظانهم أن يثبتوا في الإيمان. رب يسوع قال للبطرس، قال له الشيطان طلبكم كي يغربلكم كالحنطة، لكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. وأنت متى رجعت ثبت إخواتك. يعني أنا نفسي أن كل واحد في كنيسة أو اجتماع يكون سبب بركة أن هو يشجع إخواته. واختم بالآية اللي قالها الرسول بولس للقصوص اللي في كنيسة أفسس، قال لهم خلي بالكم لأنفسكم وللرعية، لأن بعد ذهابي هتدخل ذئاب خاطفة هتحاول تخطف الرعية. طب وإيه الدور اللي عليكم؟ ارعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. يلا نشجع بعض، وأحلى حاجة نشجع بيها بعض نصلي لأجل بعض، نحب بعض، لكن نقدم كلمة الحق. فالتشجيع لا يأتي بالضلال والكلام المعسول، لكن بتقديم كلمة الله.
امين اخي اللي هي احنا فاضل لنا دقيقتين، وانا عايزه حضرتك تصلي لاجل ربي يثبت كل كلمه النهارده سمعناها، ويدينا ثبات حقيقي، قلب ثابت ممكن، وتكون عينينا شاخصه دائما الى الرب هو القادر ان هو يقوينا ويثبتنا ويمكننا، وانه احنا مش هنقدر من ذاتنا صحيح. ان احنا نثبت، لكن الروح القدس عمل روح قدس فينا، الله العايش والساكن فينا اللي ماشي معانا طول الرحله لمجيء الرب يثبتنا ويعلمنا ويرشدنا أمين. لكل الحق كل يوم باسم الرب يسوع. اتفضل يا اخوي. تعالوا نصلي مع بعض احبائي. يا ربنا الغالي يسوع المسيح، نشكرك لانك انت الكرمه الحقيقيه، وجعلت كل مؤمن فيك مغسول بالدم غصن في هذه الكرمة. أصلي من كل قلبي لأجل نفسي ولأجل إخواتي، اعمل معروف في الأيام الصعبة الأخيرة للأزمنة الهائجة، اعمل معروف، رجعنا لشخصك، رجعنا لكتابك، رجعنا لملء وقوة الروح القدس مرة تاني، رجعنا نحبك ونحب بعضنا البعض، رجعنا للتمييز يا رب عشان نقدر نميز الأمور المتخالفة ونكون ثابتين مخلصين وبلا عصرة. بركة لكل المشاهدين وبركة الحلقة النهاردة، لك في المسيح الكرامة وكل الحمد. آمين. آمين. نشكرك جدا أخ ليا، ربي يباركك ويستخدمك في كل مكان. شكرا يا أختي منال. أحبائنا في نهاية الحلقة بشكركم جدا على المتابعة، بشكر كل أحبائنا اللي دخلوا معنا بأسئلة وبمداخلات، ربي يبارككم وإلى اللقاء في حلقات أخرى. وقال أنا الكرمة الحقيقية، كنت كمال الأبصار ولازم تثبت فيا. الكرمة شهادة ونور بتنور طول اليوم، بتذيع بشرة وسرور وبتطرد كل هموم. نخلي رسالة الكرمة توصل كل البشرية.